السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين وليداتكم والعائله ديالكم ومعز عليكم؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وكنقول لكم جمعه مباركه البنات. جيت نشارك معكم مشتريات سنه 2021. هذو هما المشتريات اللي تقديت منذ بدايه سنه 2021. هانتوما البنات، جيت نشارك معاكم شي حوايج كناخذهم هكا في البروموسيون، شي حوايج كناخذهم بالثمن ديالهم اللي عادي اللي كيتبعوا به في الاسواق. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، مشتريات اللي زوينه، اللي الصراحه الا خديتوها ما تندموش عليها. شي حوايج اللي من الضروريات يكونوا عندنا في الدار. غادي نشارك معكم كل حاجه وبالثمن ديالها البنات. هانتوما كيف ما كتشوفوا، هادو هما المشتريات ديالي كما قلت لكم منذ بدايه سنه 2021، وانا كناخذ. وهادو هما المشتريات دابا اللي خديت حاليا هاد الساعه. يلا البنات ما تمشيو فين حتى نشارك معكم كل حاجه بالثمن ديالها. يلا خليتكم الراحه حتى تكملوا لا فيديو. بحال هاد ليمول، غنبدا معكم بليمول. ليمول البنات من الاحسن انكم تاخذوا ليمول ديال غرانيت، هما احسن ماخك. ولا المول ديال الطيفال، كيكون هاد المول ديال الطيفال اغلبيه تيكون في مارجان، وتيكون الثمن ديالو زايد، ولكن الجوده ديالو تتكون عاليه. الجوده ديالو اللي زوينه بزاف، اللي كنصح اي وحده تاخذ اما ليمول ديال غرانيت اما ليمول ديال الطيفال. بالنسبه لليمون ديال الجرانيت، هما هادو البنات اللي ما تيعرفش الجرانيت، هادو هما الجرانيت. هانتوما كيف ما كتشوفوا ليمون راه كيتحتاجوا بزاف. كنبغوا نوعو بحال هكا لي كيك، كل مره نخلفوا هكا ليمون، لما راه المقادير كتبقى هما هما. هانتوما البنات بالنسبه لهذا المول، شوفوا القطر ديالو في العلو ما شاء الله كيفاش كتجي فيه الكيك، كيجي عالي القطر ديالو في العلو، يعني مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه الكيك غتجي عاليه من الفوخه، القطر ديالو ما عرفتش شحال بالضبط فيه في العلو. ها نتوما البنات هذا غرانيت، كتاخدي ثلاثة ب 3000 ريال، حيت هادو يلا خرجوا. كاينين وحدين دايرين غير 2400 ريال، ولكن الماركه ديالهم قديمه. هاد الشكل ديال المول اللي خديت انايا يلا خرجوا دابا، هاد الاشكال ديال لي مول. منهم هذا دابا اللي درت معكم، كيكونوا ثلاثة في لومبالاج واحد. هذا البنات اللي شاركت معكم دابا، ومنهم هذا اللي كيف ما كتشوفوا على شكل توا ورده، كيجي زوين. هانتوما كيف ما كتشوفوا ما شاء الله كيجي رائع البنات. كيف ما ذكرت معكم الثمن 3000 بثلاثة، بحال اللي كيتحسبوا 50 درهم للواحد. هانتوما البنات كيفاش كيجي، وكيجوا اكثر من رائعين البنات. الكيكات ديالهم تيجوا فنين وتيجوا مغايرين. بالنسبه للثالث اللي تيكون معاهم في لومبالاج، اللي كيجي معاهم في لومبالاج هو هذا. هانتوما البنات هذا اللي كيكون معاهم في لومبالاج. هانتوما البنات ثلاثه ديال لي مول كيف ما قلت لكم، وزوينين الصراحه. بالثمن ديالهم انا عجبني بزاف، 3000 ريال غرانيت. كيف ما قلت لكم راه مارجان تيبيعوا الطيفال، ولكن راه غير المول الواحد كيدير تقريبا 100 درهم حتى 2400. لي مول ديالهم زوينين حتى هما الطيفال، ماركه زوينه وشركه غنيه عن التعريف. راه الطيفال راه شي حاجه اللي ممتازه بزاف، وحتى الكرانيت صراحه انا جربت المولات ديالها زوينين. منهم هذا راه مطيبه فيه دابا جوج ديال لي كيك، ما تيلصق ما والو، غير قلت نشاركو معكم. هذا شريته بوحدو ب 50 درهم. هانتوما البنات في هاد السقطه في الجنب، هانتوما كيف ما كتشوفوا زوين زوين بزاف البنات، ما كيصدي ما والو. غادي نشارك معكم واحد المول اللي تقدروا تاخذوه في السوق، ولكن الجوده ديالو عاديه البنات. بحال هذا دابا ماشي شي جوده، ما نشكروش لكم لان الجوده ديالو ناقصه بزاف البنات. كيديروا تقريبا 20 درهم 25 درهم، هذا هو الثمن ديالهم، ولكن الجوده كيف ما قلت لكم عيانه ماشي شي حاجه. هانتوما البنات هذا خديته غير حيت ما كنستعملش بزاف هاد لي كيك ديال القلب، غير الا بغيت نصايب شي طاخت ديال عيد الميلاد لولادي للزوج ديالي وصافي، نخليها غير لي طاخت بحال هكا مره مره محافظه عليه. وهادي البنات هذاك المول اللي ذكرت معكم دابا راه دايره غير 20 درهم، ولكن الجوده ديالو عاديه. بحال هادي البنات هاد الكويميله رائعه البنات ديال غرانيت، في مارجان ديري لا بروموسيون دايره 1800 ريال، ولكن عجبتني غزي ولا البنات زوينه فنه. هانتوما كيف ما كتشوفوا فنه البنات.
هانتوما كيف ما كتشوفوا من الداخل ديالها زويونه وحليلوه. دابا جاي رمضان، الا شط لكم شي حريره بحال هكا بغيتوا تسخنوها فيها، اي حاجه بغيتوا شي كريمه بغيت تصايبوها فيها، فنه وزوينه وبالغليقه ديالها كتحمي لينا الحاجه باش هكا ما كيدخل لها لا دبال لا والو. صافي البنات غادي نذكر معكم هاد الليمون هادو الصغار، هانتوما فنين تاهما وحليلوين. هادو البنات غير بجوج دراهم ولكن غزيولين. هادو المول عجيب، الحجم الصغير هانتوما كيف ما كتجيو، كيجيو واحد لي طخت ديالهم كيجيو رائعين البنات. انا خديت فيهم 12 مول، كيف ما ذكرت معكم الثمن جوج دراهم الواحد، ولكن شي حاجه زوينه البنات ما تاهما ما كيلصقوش. وبالنسبه لهادو البنات هما بجوج دراهم المول، غزيو لينا البنات ديال تا هما ديال لي كيك صغار ميني كيك، خديت فيهم 14 قطعه ولكن زوينين البنات فنين. خديت فيهم كما قلت لكم 12 مول وزوينين هانتوما، وخديت واقيلا 14 على ما اظن، عندي هنا 14 ما بقيتش عاقله مزيان، المهم ما بين 12 ل 14 وهلا ما عاقلاك شويه شويه واقيلا عندي تما 14. صافي البنات وهنايا عندي هادو فنين تا هما يا غزالين البنات غزالين. هادو كنت خديتهم 140 لواحد، ما شاء الله كتجي فيهم واحد الحطه فنه بحال هكا كتحطي فيهم التمر في رمضان. كيف تحس الشهيه راه ماشي حنا ماشي الكرش اللي كتاكل كيف ما كنقولوا، راه العين كتاكل قبل من الكرش. الا حطيتي شي حاجه هكا متوله وزوينه وكتحطي فيها بحال هكا الشباكيه التمر وهذا حتى انت كتفتح لك الشهيه. الا حطيتي في شي طباس لا علاقه راه الشهيه كتسد والله العظيم البنات. الا حتى الماعن حتى هما تيلعبوا دور. بالنسبه لي انا عزازين عليا الماعن، وكل واحد وكيفاش عطاه الله، كل واحد وشنو كتعجب شنو كيعجبو. كيف ما قلت لكم البنات خديت فيهم 4 ديال اللوينات ب 140 لواحد فنين البنات غزالين. وهذه الفراقه البنات عجباتني، نسج ديالها غليظ. هانتوما البنات كيفاش دايره ما شاء الله، بحال هكا تحطي فيها الحلوه والفاكهه وكل شيء. هانتوما البنات كيفاش دايره ما شاء الله، غزاله 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 غزاله. هانتوما رائعه البنات. غادي نذكر معكم الثمن ديالها، هذه غير ب 2200 ولكن راه الجوده ما شاء الله، والزاج راه ثقيله ما تقدرش تهزيها، ماشي شي حاجه اللي عيانه. وهادو البنات تا هما ب 140 فنين هانتوما، الشكل ديالهم على ورقه ديال الشجره، زوينين بزاف بزاف هانتوما، حتى هما عجبوني. راه خديت فيهم 4 وواحد راه عندي في الكوزينه مستعمله مازال ما غسلتوش. 4 اللي خديت تا هما الجوده ديالهم زوينه هانتوما كيف ما كتشوفوا، على ورقه ديال الشجره، على شكل ورقه الشجره، وفيهم واحد لابريونس زوينه بزاف وتيلمعوا. وبالنسبه لهاد غادي نذكر معكم هاد الطباسل، هادو لي بروموسيون البنات غير ب 1600 راه دايرين هما 100 درهم اللي دايرين. هانتوما البنات كيفاش داير ما شاء الله، شحال زوين في الحطه ديالو. هانتوما كيفاش الطباسل كيفاش داير ب 1600 ريال، عجبني بزاف بزاف. وعندو السيرفيس ديالو ديال الطباسلات الصغار، كيمشيو معاه 6 ديال الطباسلات الصغار وغير ب 1600 ريال. والزاج ديالو هانتوما راه غليظ وزوين هانتوما كيف ما كتشوفوا، كيجي اكثر من رائع في الحطه ديالو هانتوما. هذا بروموسيون غير ب 1600، اللي بغاني نقول ليه فين خديتو ولا هذا يخليها لي غير في كومونتير. انا غادي نعطيه لادريس ديال السيد اللي كيبيع الماعن، مره مره تيكون عنده شي بروموسيون زوينه البنات. صافي هذا ذكرت معكم الثمن ديالو كيف ما قلت لكم 80 درهم اللي هي 1600 ريال. وهذه البنات فراقه مازال ما ركبتهاش، انتوما كيف ما كتشوفوا راه كتجي مركبه بهذا العود ديالها، تتجي فيها جوج طبقات، كتجي هذه الطبقه الفوق وهذه التحت. ها انتوما كيفاش كتجي زوينه وتا هي مذهبه. هادو ديال السيراميك زوينه بزاف، وبروموسيون الثمن ديالها 70 درهم، هذه غير البروموسيون، اما راه كتباع اكثر. ها انتوما كيفاش كتجي، راه كتجي زوينه وكتجي فنه البنات. وهادو هما الاواني اللي خرجوا دابا ديال السيراميك، شي حاجه اللي عاطيه للعين، شي حاجه اللي اكثر من رائعه البنات. ها انتوما كيفاش كتجي في الحطه ديالها، راه كتجي زوينه فنه البنات. وهذه البنات هي حليلوه وزوينه البنات فنه. نتوما قبل ما نفتحها معكم شوفوا عندها بزاف ديال الحوايج ممكن تحطوهم فيها، بحال طبيصلات ديال الكالامار، بحال
البريوات بحال عرفتي ما شاء الله حليل وزوينه هذه ب60 درهم غير البروموسيون اللي كاين فنه. انا نحلها معكم وغادي تشوفوها دابا زوينه البنات، وكيف ما قلت لكم غير البروموسيون ب60 درهم. هانتوما البنات كيفاش دايره ما شاء الله، بحال دابا البيتزا الكيكه كتحطيهم فيها وكتبقاي دوريها، اللي مازال ما هزش كتدوري ليه يهز. هانتوما كيفاش كتجي، كتجي فنه بحال بغيتي تزوقي شي لاطاخت، كتبقاي تزوقي كتبقاي دوريها بحال هكا وانت كتزوقي في ديك لاطاخت فنه البنات. عندها عده استعمالات، استعمليها الكيك البيتزا. الصراحه عجبتني بزاف البنات، الثمن ديالها 60 درهم بروموسيون. هانتوما البنات انا راه ما كندير لا اشهار لا والو، انا غير المعنات ديالي اللي عاجبيني بغيت نشارككم معكم ونفيدكم بذكر الاثمنه وصافي، هذا هو الهدف ديالي. اما انا شريتهم والله يرزقكم انتوما مناش تشريهم. وهانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي زوينه والله يسهل على جميع البنات. غير انا بغيت ندير معكم فيديو خاص للمشتريات ديالي. هانتوما البنات كنشارك معكم كما قلت لكم انا الافراح ديالي والاحزان ديالي، اي حاجه نحطها مع خوتي خواتاتي علاش لا، والله يسهل على اي وحده والله يوفق اي وحده والله يسر امور اي وحده فيكم كتفرج في هذا لا فيديو. وهذه البنات عصاره ديال القهوه اللي زوينه زوينه زوينه، والشركه ديال توروس راه شركه اللي الجوده ديالها زوينه، ولا في العجانات ولا في اي حاجه، واخا يكون البخي ديالها شويه طالع ولكن الجوده راه سبق من الثمن وغلا من الثمن، راه الجوده هي كلشي. اما الثمن ما تيهمش، واخا نشريها باش ما شريتها تهمني تكون غير الجوده ديالها زوينه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا راه زوين زوينه بزاف. هانتوما راه ممكن تصايبي فيها الحليب، كديري فيها الحليب من هنا من كيهبط الحليب، والقهوه القهوه معصره البنات، عندو الالات ديالها باش تهزي القهوه، كاينه ديال كوب وكاينه ديال جوج اكواب وكاينه المعلقه باش كتهزي القهوه باش كتعبريها. وزوينه البنات هنا كيتحط الكاس باش كتهبط لك فيها القهوه، وكتغسل وكلشي ساهله في التنظيف. هانتوما راه كتنظفيها كيف ما بغيتي، كتنظفي ليها هذا حتى هو كيتحيد. هانتوما البنات كلها كتنظف وزوينه وسهله في التنظيف ديالها، والثمن ديالها 18000 ريال في مارجان. ولكن كيف ما قلت لكم راه غير هاد التوريس راه الشركه اللي غنيه عن التعريف، شركه اللي مجربه انا في الاواني بزاف عندي ديال الحوايج ديال توريس، ولكن زوينه زوينه زوينه. اللي بغات تشري العصاره تنصحها تشري بحال هاد بحال هاد الشكل، اولا غير لا مارك بعدا تشري بحدا بحال هاد لا مارك، حيت هاد لا مارك عندي مضمونه 100%. اللي ما كنشكرش لكم انا شي حاجه الا ما كنتش مجربها، راه عندي في العجانه وعندي في بزاف ديال الحوايج، كانت عندي في مونينيكس، كانت عندي في بزاف ديال المواعند وزتهم طغوس زوينه بزاف. هانتوما البنات كيفاش دايره زوينه، شاركتها معاكم هذيك المره، ولكن دابا غنشاركها معكم مع المشتريات كيف ما قلت لكم ديال سنه 2021. هانتوما البنات هذا ديال لاصالاد ديال فلون، رائع البنات، كتعمريه بالفلون وكتقلبيه كيجي داك الفلون على شكل ورده، الثمن ديالو 30 درهم. زوين 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 عجبني الصراحه كيحمق. هانتوما وكبيبر راه عندي دوك ديالو الصغيورين فنه البنات، كيجي اكثر من رائع. وهذا البنات الميكسور ديال الصبه ولا ديال الشوربه ولا ديال اي حاجه بغينا نطحنوها فيه، كتكون سخونه وكيطحنها باش نحافظوا على المونينيكس ديالنا، ما تتبغيش شي حاجه سخونه. وهاد لا مارك حتى هي زوينه زوينه البنات ها هي، وكنصح اي وحده بغات تشري هاد لا مارك هادي. راه كندير معكم شي حاجه اللي تنكون انا مجربها وشي حاجه اللي ماشي غنجي ونشكرها لكم، ما عدا الا ما جربتها وعرفت القيمه ديالها وعرفتها باللي راه الجوده ديالها زوينه. وباش تزيدكم انا البنات كنشري شي حاجه واخا تكون غاليه تكون غير الجوده ديالها زوينه، ما تهمنيش. كيف ما قلت لكم راه الجوده هي كلشي، اما الفلوس كتمشي وكتجي الله ينعلبوها الفلوس، راه اهم حاجه هي الجوده. حتى اللي ما عندهاش تصبر حتى تشري شي حاجه اللي مزيانه، ما نصحش تشري الديباناج راه دغيا كيتصوت هذاك الشيء بالاخص ديال الضو، دغيا كيتصوت وماشي شي حاجه اللي غادي نقدروا نغامروا فيها بحال البديع ولا هذا، ماشي مشكل نشروهم رخص، ولكن بالنسبه للحوايج ديال الضو نشروهم شي ماركات شي لا مارك اللي معروفه شي ماركات اللي معروفين.
هذا الكاس ديالو البنات، هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو الكاس ديالو. لا بغيتي تطحني فيه ولا بغيتي تعبري به، راه فيه العبار. لا بغيتي تعبري الحليب الشيكيكه ولا شي حاجه، راه فيه العبار وفيه كل شيء زوينه البنات. وهنا البنات عندي واحد جوج ديال الليمول خديتهم، الصراحه الجوده ديالهم زوينه هما، هادو مجرباهم فنين. هانتوما شوفوا القطر ديالو في لاطاخت، عرفتي درتها في واحد فراس العام، كنت يلا خديت ديك ساعه هاد المول هذا ودرت ديك لاطاخت، عرفتي ما شاء الله كيفاش جات، جات عاليه، جاو فيها 8 ديال الطبقات ولكن فن جات، عرفتي جا زوينه البنات. هانتوما كيف ما كتشوفوا القطر ديالو عالي، الثمن ديالو 70 درهم هذا، حيت راه كيتزاد في الحجم ديالو، الا بغيتو تزيدو ليه في الحجم الا بغيتو تنقصو. والعلو عنده العلو بزاف عالي بزاف، فيهم جوج ديال لي مارك، كاينين واحد النوعيه اللي ما عالياش ورخيصه في الثمن. ها نتوما البنات هذا خديته مربع، حتى هو القطر ديالو عالي ها نتوما كيف ما كتشوفوا، وكيتزاد الا بغيتو تكبروه. ها نتوما غير دابا هز التليفون بيد كنصور بها، وفمي كنهضر به ما كاينش كيفاش ندير. ها نتوما البنات ما كاينش كيفاش ندير نوريكم، كيف ما قلت لكم ها هي يد وحده هزه بها، ويد وحده كندور لكم بها باش تشوفوا المواعن كيفاش دايرين. غادي نحطوه هنا باش ما يتهرش. هو غادي نشارك معكم هاد العصاره اللي شراتها الوالده ديالي، هادي الصراحه بحال دابا رمضان جاي على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه والهنا وراحه البال. هادي البنات صراحه فن، اللي بغى يشري العصاره ديال الليمون ما يشريش شي حاجه اللي غادي ندم عليها، راه شي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف البنات. والليمون كتعصروا لك بواحد السرعه فائقه، عرفتي كتحط الكاس ديال الليمون تحت من هنايا كيعمر لك دغيا 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 دغيا، والليمونه كتنشف كتعصرها مزيان، والجوده ديالها عاليه وزوينه. 300 درهم راه فايته، حطها معكم مشاركه معكم مرارا وتكرارا بلا ما نجبدها لكم، غير كاقتراح للبنات اللي يلاه كيشرف المعنات، اللي يلاه داروا ديورهم، عزلوا ديورهم، داروا ديورهم بوحدهم، ولا يلاه كي يلاه تزوجات وكتاهل الدار ديالها باش تشري المعنات ديالها، كنصح اي وحده هادي تشريها، راه زوينه البنات والجوده ديالها فنه البنات. راه عندي دابا مده ديال دوزون هادي وهي عندي، ولكن الجوده ما شاء الله اكثر من رائعه. بالنسبه لهاد العصاره اللي وريت لكم دابا 300 درهم، وهادي ديال القهوه ب 18000 ريال، ولكن راه كاينين في مارجان ما متواجدينش في المحلات، كاينه بحال هادي كاينه في المحلات، ولكن هاد لا مارك هادي ما عرفتوش كاينه ولا لا. المهم هادي متواجده في المحلات، ولكن بالنسبه لا مارك ما عرفتش، ما نقدرش نقول لكم حيت كاينين بزاف ديال لي مارك، ولكن انا هادي مجرباها، هادي اللي شكرت لكم راه مكتوبه في الكرتونه ديالها، وانتوما اللي عجبكم وبغيتو تشروه شروه. غير انا كنعطيكم الحوايج اللي كونفيونس اللي انا مجرباهم ومعاوده مجرباهم ومعاوده مجرباهم، تنشاركهم مع خوتي خواتاتي كما قلت لكم، تنصحكم شنو تشري وشنو ما تشريش. كاينين شي حوايج اللي تيكون الجوده عيانه غنقول لكم عيانه، وكاينين شي حوايج اللي الجوده ديالهم زوينه غنقول لكم عليهم الجوده ديالهم زوينه. بالنسبه لهذه راه لا عصرتي فيها اكثر من 5 كيلو، كتسكت اوتوماتيك غير يبرد لها الموتور ترجع تخدم. هادي البنات مونينيكس اللي حتى هي زوينه البنات، هادي لا مارك ديالها سميتها مونينيكس، مولينيكس مولينيكس، زوينه البنات فنه، عندها جوج كيسان. هذا دابا كاس ديال الزاج يعطوه لك غاتوي، وكاس ديال البلاستيك تيمشي معاها. انتوما كيف ما كتشوفوا راه الزاج ديالو غليظ وزوين، انتوما حتى هي في مرجان. هذا الكاس ديالها الاخر البنات، انتوما كيف ما كتشوفوا هانتوما راه زوينه غزاله البنات. كيف ما كتعرفوا على الشركه ديال مولينيكس، راه الشركه اللي زوينه بزاف. وبالنسبه لهذا الشيء شاركته معكم، راه دابا جاي رمضان، بحال اللي خاصه العصاره ديال القهوه، بحال اللي خاصه مولينيكس عصاره الليمون، هادو ضروري تيتحتاجوا شي حوايج اللي في الدار مزيان يكونوا عندنا، بحال هذه ديال العصير ضروري كتكون في اي دار، ما كتخطى حتى شي دار هاد مولينيكس. هانتوما البنات كيفاش دايره، فيها جوج كيسان، الجوده ديالها فنه، دايره 13000 ريال البنات اللي دايره هاد مولينيكس.
هذا الموتور ديالها والطحانه ديال العطريه فوق منه، ها هي كتفسخ، الا بغيتي تفسخيها طحني فيها. بالنسبه لداكشي ديال السلو ولا هذا راه فن، كطحنوا ليك حتى كتنيلو زوينه. انا البنات هذه راه شفتها عند صاحبتي، خداتها وشكرات عليا، وتا انا خديتها ودابا كنشكرها لكم، حيت شي حوايج اللي تنشكر لكم اللي مجربه لا مارك ديالهم. مولينيكس راه اصلا معروفه وغنيه عن التعريف، ماشي شي حاجه انا اللي كنشكرها، هي شكرها راسها براسها. ها نتوما البنات، وتا الثمن راه 13000 ريال، راه الجوده راه ديالها راه غتكون زوينه. كاينين ديال 2600 ديال 3000، ولكن الجوده ديالهم تعقدي ودوز، يعني كدوزها واحد الفتره وكترميها. هذه لا حفطي عليها، راه فيها جوج كيسان تبارك الله، راه غدي لك واحد المده. وباش نزيدكم واحد القضيه عاوتاني، الا كانت عندك غير يد وحده راه الحاجه ديالك كتضرب واحد المده، والا كانوا كثرت اليدين بزاف راه تشريها بالثمن والله ما غطول لك، حيت كل واحد وكيفاش داير في الطريقه ديالو ديال هذا الاستخدام ديال الماعن. كاين اللي ما عندوش السوق، الا بدا كيطحن كيطحن كيشدها دقه وحده. حنا دابا انا كنشوفها من دارنا، دابا اليدين تبارك الله بزاف، راه الحاجه ما كطولش، والا كنتي غير بوحدك راه كضرب واحد الحاجه مده البنات. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، حيت كما قلت لكم الا كنتي غير يدك بوحدك انت كتكيسي على ديك الحاجه، عارفه راسك كتكيسي عليها، اما ماشي غيجي واحد من وراك كيف ما قلت لكم. دابا مونينيكس غيشد غيدور ليها ويخليها شحال وهي كطحن، تيسخن لها الموتور ديالها، كل نهار كيعاود نفس العمليه، راه غادي تخسر وما غاديش تطول مده طويله. ها نتوما البنات، ها نتوما هادو هما المشتريات ديالي. وغادي نزيدكم واحد القضيه، غادي نشكر لكم واحد الحاجه اللي انا مجرباها ومجرباها ومجرباها، وعندي دوزون البنات عامين هادي، اللي هي الهاشوار اللي دابا الوقيته ديالها جاي لنا الكراف سور الربيع في الحريره، والحشوات ديال المسمن والحشوات ديال البريوات، بزاف ديال الحوايج البنات. بلا ما نقول لكم كلشي، راه كلشي كطحنوا لك كتردوا لك زوين. هانتوما الكرتونه ديالها توسخات، حيت انا دابا استعملتها واستعملتها واستعملتها، كان في ما كنديرها كنحطها في الكرتونه ديالها، نتوما بكثره اليدين والله الا توسخات الكرتونه ديالها. نتوما كما كتشوفوا راه عامين البنات، راه عامين ماشي سهله، راه الا ضربت لك الحاجه عامين راه عرفي راسك كتكيسي وكتحافظي. هذه بونومي، الشركه ديالها بونومي، اي وحده بغات تشري الهاشوار تنصحها بالشركه ديال بونومي. هانتوما لومبالاج ديالها باش كوكينغ بونانا، عفوا بونانا ماشي بونومي، كوكينغ بونانا. هانتوما البنات بونانا، هانتوما هذا هو لومبالاج ديالها. تنصحكم هاد الشركة الا خديتو منها هاد الهاشوار، عرفوا راسكم غضرب عندكم مدة، وخداوها الناس تاع يوم وما سقطش ليهم. وهادي راه عندي انا عامين، وإلا قلت لكم البنات كنطحن فيها البقولة ونطحن فيها الربيع ونطحن فيها الفلفل ونطحن فيها كلشي اللي بغيت، بغيت نشلط البصلة، بغيت نشلط الفلفلة، غزالة غزالة البنات. هانتوما راه كتهز جوج ليطر ولكن زوينه. وهاد كوكينغ كما قلت لكم بونانا كوكينغ راه زوينه زوينه بزاف، في لا مارك ديالها. اللي بغات تشري تنصحها بهادي، راه مستعمله هانتوما غتشوفوها، راه مستعمله شحال من مره، راه طلعت الصوريه في ديك الغلاقه ديالها، يعني مستعمله عندي عده مرات، ومن داك العام عامين دابا داك العام، وهاد العام راه تبارك الله راه عامين وهي ضاربه عندي زوينه البنات. كنت خديتها ب 4600، وكيف ما قلت لكم ضاربه عندي عامين البنات، اللي ضاربه عندي راه قربت ماشي عامين بالضبط، المهم ناقص واحد الشهر ولا 20 يوم بحال هكا باش خديتها. المهم عام وشي 11 شهر ضاربه، عام و11 شهر كاينه عندها، عام و11 شهر، ولكن راه زوينه وعندها عده استعمالات وكتنفعك. جاي رمضان على الابواب، راه هادي خاصها تكون عندنا حبيبه في الدار، راه شي حاجه اللي تنشكرها وتنعاودها وكنتمناها تكون في اي دار. نفعتني بزاف في البصله داك العام، ونفعتني في الحشوات تاع المسمن، كتبغيها كتشلد البصله تشلد الفلفله، غزاله البنات. هذا البنات براد، ها نتوما كيف ما كتشوفوا كيهز واحد ليتر فاصله 25، زوين. ها نتوما لا مارك ديالو تيتانيك، رائع البنات، منقوش ماشي سامبل راه منقوش. انا غنجبدو دابا وغادي نوريه لكم. ها نتوما ما تيصدي ما والو، تيبقى محافظ على اللون ديالو حيت لا مارك ديالو زوينه. هذا ب 5000 ريال البنات،
هانتوما الشكل ديالو، انا نجبدو لكم دابا من الكرتونه باش تشوفوه. هذا هو الشكل ديالو البنات، كيفاش كيجي منقوش زوين. هانتوما النقشه ديالو، كيجي في الحطه رائع البنات، انيق. كيف ما ذكرت معكم الثمن 250 درهم اللي هي 5000 ريال، ولكن لا مارك ديالو زوينه. هذا هو الشكل ديالو البنات، كيفاش كيجي منقوش زوين. هانتوما النقشه ديالو، كيجي في الحطه رائع البنات، انيق. كيف ما ذكرت معكم الثمن 250 درهم اللي هي 5000 ريال، ولكن لا مارك ديالو زوينه. وهادو البنات ديال الزبده والكونفيتير العسل، كتحط فيهم ليدام ديال ليدام، هادو فنين البنات. كيف ما كنعرفوا دابا ولاو خارجين الاواني ديال الخشب والبديع، هانتوما راه هادو بديع، وهاد اللوحه ديالو اللي كتهزيو منها خشب هما اللي ولاو دابا زوينين. انا كنت واخداهم ب 3000 ريال، ولكن حاليا دابا طاحوا في الثمن لان خرجوا موديلات وحدين اخرين جداد. هادو ولاو دابا دايرين غير 2400 2600، هذا هو الثمن اللي ولاو به. طاحت فيهم ديك 20 درهم ولا 30 درهم. هانتوما كيما قلت لكم فيهم 6 ديال لي بيس، ولكن رائعين البنات. عرفتي كيجيو في الطبله كيجيو تخي شيك وكيجيو زوينين. هانتوما كيف ما كتشوفوا، وهادو هما مشتريات البنات. بغيت نشارككم معكم، انا ماشي بغيت ندير هاد الفيديو بدون استفاده، راه شاركت معكم الاثمنه وبعض شي حوايج اللي كناخذهم في البروموسيون اللي كناخذهم طايحين في الثمن. يلا البنات، هادي هادو هما المشتريات ديالي. ها يلا البنات، الى عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من تعليقكم الرائعه ومن اللي جيم ومن البارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده للجميع. يلا البنات، واللي بغات تسول لي شي حاجه في شي كومونتير كنقول لك اختي مرحبا، راه كنجاوب اي واحد اللي بغى يسول على شي حاجه. مرحبا على راسو العين. يلا البنات، هلاو ليا فراسكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.